طورت شركة سورية تطبيقا على الهواتف المحمولة يتيح لعملائه طلب سيارات الأجرة عبر هواتفهم الذكية على غرار خدمة أوبر. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ماهر أبو لبدة. واحد ثلاثة اثنين ثلاثة اتجاه اصلاً اتجاه المسجد. ايه لوين اللي؟ طيب عند السفارة عمي، بس توصل لهناك خبرني عشان انا اجاك اتواصل معك. على الرغم من الحرب المستعرة في سوريا منذ 6 سنوات، لم يتوقف السوريون عن التفكير في تحسين حياتهم ولا عن السعي للالتحاق بقطار التكنولوجيا الذي يسير بسرعة كبيرة. إذ طورت شركة سورية تطبيقا على الهواتف المحمولة يتيح لعملائه طلب سيارات الأجرة عبر هواتفهم الذكية على غرار خدمة أوبر لسيارات الأجرة. الخدمة متوفرة الآن وتحت اسم خدمة ملاح. محمد ملاح قال أن عائلته كانت تملك خدمة لسيارات الأجرة في عام 2006 تسمى تاكسيتل. وكان هدفنا من زمان نعمل هالشيء، بس مشكلة الحرب واللي صار بالبلد تأخرنا فيه، وهلأ إن شاء الله بلشنا فيه ونجح فيه إن شاء الله. وبعد أن اضطرت لوقف المشروع بسبب الحرب، انتقلت عائلة ملاح إلى مصر، حيث أقامت عدة أشهر قبل أن تعود لدمشق لتستأنف تشغيل مشروعها، إذ جلبت العائلة ما بقي من السيارات من حلب وواصلت تقديم الخدمة تحت اسم خدمة ملاح. وتقدم الخدمة بأسعار تنافسية مقارنة مع سيارات الأجرة العادية صفراء اللون. عملاء الخدمة أبدوا استجابة جيدة لهذا التطبيق في أوساط الأجيال الأصغر سناً الذين يرغبون في اختبار التكنولوجيا الحديثة في حياتهم اليومية. ملاح كثير مناسب، انا فيني اطلب التاكسي وانا بالبيت قاعد بدون ما اعذب حالي وقف ساعه حتى انطر لالاقي تاكسي ماجور، وفر علي الوقت سواء كان بالشوب او بالبرد. كثير خدمه جيده والاسعار مناسبه، حتى طريقه التلقي يعني انه انا ببعث الطلب بعد 10 دقائق او ربع ساعه بيكون تاكسي تحت البيت. طبعا اضمن، فالمصدر دائما يعني شركه خاصه، انا بعرف المكتب بعرف المسؤولين، انه السيارات كلياتها معروفه تابعه لجهه معينه، فاكيد بالامان هي امان، وكمان بالرخص ارخص.